التوقعات ديال هذه المباراه هذه كنتمنى من اللاعبين يكونوا على احسن وجه ويقدموا مباراه جيده ويحمروا لنا الكره المغربيه ان شاء الله ديما راجع. هي ماشي ضروري غادي تكون مؤثره ولكن كنتمنى من اللاعبين يكونوا على احسن وجه ان شاء الله. ديما راجع وعاش الخضره. السلام عليكم ومبروك عواشركم، رمضان كريم لجميع الامه الاسلاميه والمغاربه عامه داخل التراب الوطني او خارج التراب الوطني. والحمد لله كنحمد الله بحلول شهر رمضان، وكنحمد الله ملي تفتحوا المساجد بعد مرور سنتين من الاغلاق صلاه التراويح. والتوقعات ديال الرجاء ان شاء الله غيكون فوز الرجاء البيضاوي على فريق وفاق سطيف. ان شاء الله غادي تكون مباراه حماسيه بالنسبه لجمهور فريق الرجاء البيضاوي، وغيكون ان شاء الله التفاعل ديال جماهير الرجاء البيضاوي. واخا كاين الغياب ديال ميتولي غادي يكون ان شاء الله غادي يكون الفوز ان شاء الله. وهنيئا الفريق الرجاء البيضاوي. ديما خضرة، انا رجاوي وديما رجاء، وكنتمناو هاد الكاس ديال الرجاء ان شاء الله. واللي ما كيحبش الرجاء ما عندوش روح رياضيه. وحقيقه حنا غادي نرفعوا هاد المقابله حيت حنا باش نبقاو في الصف الاول سمعتي، والبطوله ان شاء الله غندوها. لو ان فريق الوداد هرب عندنا بثلاث نقاط غادي نجيبو وغادي نربحوا البطوله، حيت هنا كنكبروا في مقابلات كبار، تنكونوا فيهم كبار وكنكونوا فريق واعر هنايا سمعتي، وعندنا لعبة في المستوى سمعتي. البطوله غنديوها وحتى كاس العرش غنتلاقاو معاهم فيه وغادي نربحوهم.